لبنان، السلام عليكم. اليوم غادي نبغي ننبهكم، عافاكم، عطوني ودنيكم وركزوا معايا. بزاف ديال البنات كيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي ما فيها بس، بزاف ديال البنات كيستعملوا الكاميرا والتصوير وكيصوروا راسهم وشيلوحوا راسهم في الفيسبوك. خصكم تعرفوا بان هذاك الشيء راه موت لكم البنات. انا غادي ننبهكم من بزاف ديال الحوايج. ملي شي عيط لك شي حد مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي بالصوره والصوت وشي يقول لك احب شوفيش، يعني انا بغيت نشوفك، نمشي بكل حريه او بكل ثقه كتحاولي ما امكن تفتحي الكاميرا. راه خصك تعرفي كاينين الناس كيستعملوا هذاك الشيء ضدك وكيشدوا الصوره ديال الوجه ديالك واش يديروا لها فوتوشوب واش يشوهوها، او لما مثلا ملي كتلوحي الصورة ديالك في الفيسبوك او نفس فاش ما كانش كيشدوا ديك الصوره ديالك وكيلوحوها في الجروبات وفي الصفحات الكبيره باش يجيبوا اكثر عدد ديال لي لايك حيت عندهم الرباح ديال الفلوس من بعد. خصك تعرفي راه كاينين اعداء الله. خصك تعرفي عاوتاني ملي كيدير لك فيديو كيبدا يهضر معاك وكيبدي يسولك، كيف ما كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات مليوحين بزاف ديال الصفحات اللي بنات هما مشوهين وهما ما عارفينش راسهم مشوهين. شحال من بنت فيديوهات ديالها مشهورين وعمرها ما شافتهم. راه هذاك هو المشكل، ما تثقيش في شي حد، ما تقوليش لي هذا كيقرا معايا ولا هذا هو خالتي ولا هذا، راه ما كايناش الثقه. حتى لما لاحش هو الفيديو خلي يلوحو شي حد يتسرب ليه ويلوحو. لذلك ردي بالك اخشي، ما تثقيش، راه ما كايناش الثقه، ما بقاش الثقه في الدراري. سمحوا لي الدراري، ولكن انا راه باغي غير ننصح. الا جبتنا كل 10 الدراري غنلقاو فيهم جوج ولاد الناس، اكيد حتى انت غتكون ولد الناس منهم. انا ماشي نهضرش عليك انت، كنهضر على داك اللي خايب، اما انت اللي كتشوف فيها باينه في كل الناس. لذلك ردي بالك اخشي، ما تبقايش ثقي. فتح الكاميرا شيء خطير، ولاو شي تطبيقات دابا كيحل لك الكاميرا اوتوماتيكمون بلا ما تعيقي. انا غادي نعطيك نصيحه، حاولي ما امكن، اسمح لي، شري غير ديك سبارادرا اللي كيشبعوا في الطوبيس. نصيحه، دابا ولات كتحل الكاميرا ديالك، نهضر معاك الكاميرا ديالك نعرف كاش نشد ديالك، وحطي هاد سبارادرا هاي كتشبع غير ب 10 دراهم، 10 دراهم، وحطيها على الكاميرا وسدي الكاميرا. علاش؟ حيت ولاو دابا شي تطبيقات كيحلوا لك تليفونك والكاميرا ديال تليفونك وكيتفرشوا الاسرار ديالك والخبايا ديالك، واش تقدر تكوني جالسه في البيت ديالك بوحدك مرتاحه. من حقك تاخذ راحتك في بيتك، ولكن باش شي حد يدخل عندك شي البيت يحل الكاميرا ديالك خطير. كيفتح لك الكاميرا ديال التليفون ديالك بلا ما تعيقي. ردي بالك وما تشيقيش في اي احد، وحاولي ما امكن ديما تخدمي عقلك. ومن الاحسن نهضر مع بنادم اوديو بالصوت فقط، الصوره لا. مهم، كان هذا هو الميساج. نبغيك اخشي الا استفدتي تبارطاجي هذا الفيديو لصحاباتك باش ما يطيحوش في هذا الشيء. اللي بغى الخير ولاد الناس كيجيب لي الله الخير ان شاء الله والخير.